مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا بكم من الأردن ومن مدينة جرش. هذه الحلقة الخاصة جدا، خليني أسلم على كل الزملاء الأعزاء. طبعا سلم على لانا صاحبة الأرض والمكان، أهلا بك يا لانا. أصحاب بيت كمان شاركي، هيك بيحكوا الأردنيين، أنتوا أصحاب البيت. صاحبة الأرض والجمهور. خالد أهلا بيك، وأحمد أهلا بيك. وحنبدأ حالا حلقة جديدة غنائية جدا إن شاء الله تستمتعوا بها. إن شاء الله. إذا مشاهدينا زي ما حكت شابكي، أول إشي بتحكي إنه أنا صاحبة البيت طبعاً. إحنا الأردنيين، إحنا أصحاب البيت معاكي، خلاص بنيجي الأردن كتير أوي، فأنتوا صرتوا جزء خلاص يعني أساسي، ويعني وإحنا لما ننزل للقاهرة نفس الشيء. فهذا هي شيمة العرب كلياتها، بيت للكل، إنه هدف، يعني إنه فعلا نكون على قلب وعلى هدف واحد. مبسوطين اليوم إحنا في جرش وبيت للكل. خلينا مرة هالمرة اسمحوا لي نعكسها، إنه الأردن هو بيت للكل. فأهلا وسهلا بكل ضيوفنا القادمين من كل أنحاء العالم لهالمهرجان الثقافي والفني. زي ما بنحكي إحنا قلوبنا وبيوتنا مفتوحين للجميع، فأهلا وسهلا فيكم. بالتأكيد طبعا ما نشعر بالغربة وإحنا نتواجد في الأردن، وخاصة جرش الساحرة الهادرة، وهذه النسمات الجميلة والأصوات التي تسمع من خلال برنامجنا العربي بيت الكل، وأيضا النكهة الجديدة وهي ضيف الشرف تكون مصر الحاضرة بقوة، مصر الثقافة والأدب والفنون، أن تكون ضيف شرف في مهرجان جرش، ولأول مرة يكون ضيف شرف في مهرجان جرش. أنا خلوني أستغل المناسبة، مبروك لشعب مصر 8 سنوات على إنجاز قناة السويس الجديدة بما يمثله هذا المعنى من بعد رمزي وحضاري على صعيد المنجز وعلى صعيد التاريخ. مبروك لشعب مصر. لم تكن ثورة 30 يونيو من عام 2013 ثورة على جماعة كانت تريد سرقة هوية مقدرات وموارد الوطن لصالحها، ولكن كانت ثورة مصرية تتقدم مصر بها نحو مستقبل كبير يليق باسم مصر العظمى. فكانت الخطط وكان الجهد والكفاح لتلحق مصر بركب الدول المتقدمة وهي مكانها الطبيعي. القيادة السياسية في مصر عملت على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعظم من موارد مصر، ومنها قناة السويس الجديدة، والتي كان من بين أهدافها زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، تقليل زمن الانتظار للسفن، الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن، دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري لوجستي عالمي. فأنجزت المهمة خلال فترة بسيطة، وحفر المصريون قناة السويس الجديدة، وحفر معها المصريون تاريخ جديد من التقدم والرقي والنهوض بمصر العظيمة، وتمت المهمة بنجاح. وافتتح القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القناة، والذي يعد واحدا من أهم مشروعات العصر الحديث للدولة المصرية، وهي عبارة عن فرع بطول 35 كيلومتر يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومتر. فقد عبرت قناة السويس خلال سنوات تالية لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة أكثر من 135,000 سفينة، بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح المشروع الجديد من عام 2016 وحتى عام 2022 ما يزيد عن 8.2 مليار طن. طفرة في حصيلة إيرادات القناة الدولارية خلال السنوات التالية لافتتاح القناة، وحققت أعلى الإيرادات في تاريخها بإجمالي إيرادات بلغ 41.7 مليار دولار. نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها، وزادت الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، فمتوسط أعداد السفن المرة خلال العام الميلادي الماضي 2022 بلغ ما يقرب من 68 سفينة يومياً، وارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 متر بما ساهم في رفع التصنيف العالمي للقناة. زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة بزيادة الأماكن المزدوجة بما عزز من قدرة القناة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. وكانت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي الماضي 2022 والتي سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة،
وحققت أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23,851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرت ب 1.4 مليار طن، وسجلت أعلى إيراد سنوي بلغ 8 مليار دولار، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. إنها قناة السويس الجديدة إنجاز كبير نحتفل بالذكرى 8 لميلاده، ميلاد مشروع قومي، وهو خطوة من خطوات النهوض بمصرنا العظيمة وعودتها للريادة والقيادة ولمكانتها الطبيعية. أهلا بكم من جديد إلى بيت للكل، ضيفتنا الصوت المصري المميز مروة ناجي. أهلا بك يا مروة. أهلا بحضرتك. إيه العظمة دي كلها؟ الله يخليك. إيه الجمال ده؟ أول مرة جراش؟ أول مرة جرش. كيف شعور؟ ليش بسألك كيف شعورك؟ لأنه جرش هذا قبلة لكل نجوم الوطن العربي. دي حقيقة. فالمشاركة الأولى إيش؟ كيف شعورك؟ كيف حاسي؟ شو بتوعد الجمهور؟ كلها أحاسيس داخلة في بعض. خليني أقول لك إن بالنسبة لي كمروة من أول ما بدأت كان جرش حلم من الأحلام، إنك تكون واقف على خشبة مسرح جرش. شرف لأي فنان عربي إن يقف على مسرح بقيمة وقامة المسرح ومهرجان جرش. فيمكن قبل كده كان في كلام بس مواعيد ما كانتش بتظبط، انما زي ما بيقولوا كل تاخيره وفيها خير. والحمد لله وسعيده وبتشرف. يمكن كل التاخير ده عشان اكون موجوده لاول مره في ان تكون مصر هي ضيفه الشرف الموجوده في مهرجان جرش لاول مره. فانا سعيده بالمشاركه ومتحمسه وقلقانه وفي نفس الوقت مرتاحه، يعني هي كلها احاسيس متلخبطه في بعض. عزيز شعور. بس تفاعل الجمهور جرش شافكي عظيم. طبعا. مروة ما شاء الله صوت. حاجة. انا عايز اقول لك حاجة يا خالد، لاني عرفت من مروة من وقت لما كانت بتعمل بروفات وبعد ما خلصت الحفلة ان هي دي مش اول مرة في الاردن، يعني هي عملت مهرجانات كتير في الاردن. طبعا. اكيد. بس انا هنا عايزة اسألها اولا، خلينا اقول لكل مشاهدينا انه ما شاء الله احنا في جرش فالاصوات اللي ورانا دي لان احنا كله اصوات غنائية. عايز اسالك يا مروه، لانه الساحه الان المنافسه فيها كبيره جدا، يعني اصوات كتير بتغني مش بس من العالم العربي، حتى في مصر يعني منافسه شديده، فازاي بتقدري تلاقي لنفسك طريق وسط الزحمه دي؟ بصي شفتي سؤال صعب على فكره، مش سهل، بس خليني اقول لك انا اخده لاين وبادئه فيه من زمان وما غيرتهوش، يمكن بس بطور فيه كل شوية وبطور فيه على قد شكلي وعلى قد قيمي وأخلاقي وعيلتي والمزيكا اللي بحبها والناس اللي بتحب تسمعني، عايزاهم يبقوا معايا في الرحلة. طبعا. مش عايزة حد يزعل، يعني ممكن في ناس مصريين مثلا ما يعرفوش ايه مهرجان جرش، فوانا جاية المهرجان وبحط البوست بيحسبوني بقى رايحه مهرجان موضه ولا مهرجان تكريم، بدا يقولي لا انت ما تروحيش الحاجات دي، فبيغيروا عليكي. ففهمتهم المهرجان ايه وقيمته ايه وحجمه ايه. فانا مروه هي اللي بدات من الاول شغاله بنفس الفتره بتاعتي، مش اخدها بقيت احتراف بس بروح موهبه وبروح الفتره بتاعتي. أيوة. حبي للموسيقى لحد دلوقتي. اللي زاد عليها ان الاول كنت بغني اغاني تراثيه، انما دلوقتي بدا يبقى ليكي اغانيكي، بدا يبقى ليا فيديو كليبس بتاعتي. طبعا. حتى برضو شافكي معايا في الرحله من اولها. ايوه. فالكليبات الاول لما بتبقى انت بتندك لنفسك في الاول الانتاج متواضع. شافكي رفيقه الدرب، احنا قاعدين قبل التصوير قالت شفنا الكواليس. ايه مش بس الكواليس، قالت انا رفيقه الدرب. احنا نتحدث يمكن اللي يعرف يتابع مروه ناجي تصور بان هو ذا فويس، قالت لا الرحله ابتدت من قبل ذا فويس بسنوات. دي حقيقه، دي حقيقه. فيعني حتى عايزه اقول لك في انتاج الاغاني بتاعتي ابتديت بكاميرا عادية ولبس متواضع، ما كل مرة تطور أكتر لحد ما المستوى بيتحسن واحدة واحدة. فده أخذ مني فترة، الخطوات بطيئة بس ثابتة، ويعني
ربنا يقدرني واكون دايما عند حسن ظن الناس والناس اللي بتحبني. واضح انه في ثقه اول شيء بنفسك. شوفي قضيه الثقه شيء كثير مهم، بس في المقابل يمكن اكثر احنا في وسط على بنحكي اعلامي وفنانين، قضيه التواضع هي لازم تكون ملازمه للثقه، فواضحه عند مروه. مروه الان شوفي انا دخلت لك على الجوجل وسمعت وعرفت واشياء، يعني كنت متحمسه كثير، سمعت صوتك انا كنت احكي انها اخذتنا لعالم ثاني بصوتها. هلا مروه يعني كانت لها خطوه جريئه جدا، مش يعني انت رحتي لذا فويس، بس انت كنت في الاصل ابنه المهرجانات ومن رحم المسرح ومن رحم يعني المهرجانات الموسيقيه العربيه. كيف اجتك الفكره وهاي الجراه؟ وانت كنت في فتره مشهوره ومعروفه وبتغني في اوبرا وبتغني في مهرجانات وعلى مسرح، كيف خطر على بالك تروحي لذا فويس بعدين؟ كان الفترة خطوة جريئة، كانت الفترة دي كانت وقت الثورة عندنا في مصر. وزارة الثقافة، أنا كل شغلي دايما ببقى مهرجانات دولية، بمثل مصر في مهرجانات، يعني ليا شكل في الحفلات اللي بقدمها. فوزارة الثقافة والحفلات بتاعتنا اتأثرت بشكل كبير وقت الثورة. فبناء عليه أنا كنت هولت ووقفت تماما إلى حين اي تغيير بيحصل في ظروف في الوضع كله في مصر. وقتها تعرض عليا الفكره، ما بقتش بفكر في انك انت رايح تكسب او في كومبيتيشن، ما بقتش عارفه الظروف بتاعت اللي هناك ايه، ممكن اكسب ممكن لا، هل يا ترى في شفافيه او ما فيش. لكن بقى عندي هدف واحد بس، ان العالم العربي كله يعرف ان في صوت مصري محترم اسمه مروه ناجي. ما بقاش هدفي خالص انك رايح على مكسب طبعا، وسبحانك يا رب، يعني ربنا كان هو اللي عوضه كبير، ان كل الكل تعب السنين اللي فاتت. الناس دايما بتتعرف من في السيمي فاينل وفي الفاينل بتاع الحفلات، انما ربنا اراد ان من اول حاجه غنيتها الآية فجأة والضفة اتقلبت، فجأة بقت الناس أعلى نسبة مشاهدة، أعلى نسبة بحث، ففجأة كأني أول مرة غني في حياتي. نعود ونستكمل معكم هذه الحلقة الغنائية الجميلة والفنانة والمطربة مروة ناجي. مروة، دائما نتحدث بأن دائما نقول الأصوات النسائية قليلة مو كثيرة بالوطن العربي، خاصة معتادين على أشياء عادات تقاليد تبعد المرأة حتى لو صوتها جميل. الكل يعرف ويبصم بصمة كبيرة بأن أنت صوت طربي كبير ويشار له بالبنان، وبدأت بأصعب المدارس هي مدرسة أم كلثوم وأجدت هذا النوع. لكن إحنا في طمع كشعب عراقي مستمتع دائما، كل المطربين العرب بدأوا يغنون الأغاني العراقية بنص عراقي ولحن عراقي. تخوضين هذه التجربة لو عندك محاذير معينة بأن أنا أبقى باللون اللي أنا أغني به؟ لا بالعكس، انا هقولك على حاجه، انا يمكن كمان السيزن بتاعي انت ايش بتعمل صفقه معاها؟ صفقه معاها، اكتب لها نص ولا لا وهو بيت الكل بس تمام اكتب نص ولا لا هقول بيت الكل طبعا لا والله ده انا من حسن حظي واتشرف بالمناسبه على راسي. من كلامهم بدات اسمع الفرق بين مثلا الكل منطقه والثانيه، صح، الشعبي والغنى الدارج العادي وفي اللي هم في مناطق زي مش الشركسيه، الاغنيه الريفيه اللي قريبه من شويه من التركيه، الكردي الكردي. فكان كل منطقه لها لون مختلف. عندنا اطوار بالمحافظات، الشمالي الاطوار، الجنوب، الوسط، الفرات الوسط، تسمى الاطوار، تاخذ من نفس المقام الاصلي بس يكون وسمعت المقام العراقي كمان. انا عايز استاذنكم في حاجه، الحوار تحفه هي للمشاهدين، غنت بدون اي محسنات صوتيه وفي هواء طبعا، في الخلفيه صوت موسيقى عالي، احنا في مهرجان جرب يبعد تركيز الميكروفون، رائعه، الله يحميك ويحمي هالصوت. أيوة. يا مروه، بس في واضح لمقامات طبقات الصوت. الحمد لله. لا احنا ليش طلبنا منها تغني هاي المقطوعه؟ انت عامل لها اختبار للصوت، اختبار على الهواء. طيب انت غنيتي رباعيات المسلسل جعفر العمده، صح، سمعناكي، اشتغلتي مسرح، صح، لعبتي دراما مع خالد الصاوي، صح، خالد حبيبنا وكان ضيف البرنامج مثل كل مرتين، صحيح، فاحنا بنعرف قديش هو فيلسوف وعبقري، صحيح. احكي لنا عن الخلطه، شو سر الخلطه هي كلها؟
يعني ما شاء الله لما بتغني سحرتينا. لما لعبتي مسرح كنت رائعة. احكي لنا عن الخلطة السحرية مروة، كيف توليفي هاي؟ أولاً أنا ما كنتش أعرف إني بمثل أو لا، لأنه خالد الساوي حدا مرعب صراحة، مش أي حدا بيوقف قدامه. خالد بجد ممثل يعني أسطورة، خالد رائع، ممثل من العمالقة بجد، الفنانين اللي هيذكرهم التاريخ بجد. طبعاً. خالد الساوي طبعاً حاجة مخيفة. لا وأنا جيت بقى عارفة من الدار للنار، يعني عمري ما مثلت في حياتي. بالمناسبة ده كان اختيار أستاذ جمال العدل. بعد ما خلصت The Voice المفروض دور فاطمة دور بطولة في المسلسل، وهي منشدة دينية. فأنا أول ما روحت أقابلهم في الشركة هم سمعوني ببريدوك. أنا رجعت، أول ما رجعت من لبنان أم قايل لي إحنا عايزينك في الشركة. فأنا كنت عارفة أن أنا رايحة أتفق على تتر المسلسل بداية ونهاية وخلاص. بعد كده عرفت أن في إنشاد جوه ومن هنا بقى بص بقى شافك اللي كنت بتسأليني عليه. أستاذ جمال قال لي مروة أنت هتاخدي دور البطولة بتاع المسلسل، مسلسل بقى في رمضان وعرض بكل القنوات. بس أنا بقى وقتها يعني قلت له بص أستاذ جمال، يعني أي حد يتشرف يكون مكاني، بس أنا يعني إيه، انا حابه احافظ على حبه الناس اللي قد كده اللي بيحبوني، فخليني في الغنى. انا ممكن اغني الحاجات بتاعه المسلسل وحضرتك تجيب ممثله تمثل، يعني انا مش عايزه الناس تزعل مني ولا اي حد. قال لي لا انت اللي هتمثلي. وفعلا جاب لي، بدات اخد، هو اللي عمل لي ده ونظم لي ده، كورسات تمثيل مكثفه، لان خلاص اللي احنا بدأ دخلنا رمضان وبدانا نشتغل ورمضان قرب. كورسات مكثفة على جميع المستويات وكل الليفلز. جيت أول يوم في التصوير وقفت قدام خالد الصاوي في أول شط رجلي خبطت في بعض ونسيت كل الكلام. لا ده أنا ما بقتش عارفة أعمل إيه، إيديا يا إله هو يا رب اقطع إيدي أو مش عارفة أوديها فين. هذه المسؤولية، رجلي مش عارفة أعمل إيه، مسؤولية الفنان الحقيقي طبعا. فبوظت أول يوم تصوير. والله. وبقيت إيه زعلانة، لأن أنا عارفة تكلفة اليوم، في كوستينج، في تكلفة، وأستاذ جمال حاطط فيها ثقة كبيرة. فجاب لي أكتينج كوتش مخصوص برايفت. بدأنا نشتغل على فاطمة الشخصية الطيبة اللي كذا 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 كذا، وفاطمة قعدت بقى تتبني معايا واحدة واحدة واحدة. دخلنا اللوكيشن تاني مرة تمام، شخص تاني، اختلفت الشخصيه لحد اخر حلقه. لا بقت فاطمه موجوده. لقيت وانا في نص في الحلقه ال 22 لقيت المخرج الكبير استاذ عصام السيد بيكلمني بيقول لي احنا عندنا افتتاح المسرح القومي، وده يعتبر من اهم مسارحنا العربيه في العالم طبعاً. العربي وده الاوبننج بتاعه. فقال لي مروه يعني اسمحي لي احتفظ بحقي فيكي، وانت هتكوني بطلة العرض بتاعه بحلم يا مصر مع الفنان الكبير علي الحجار. بدأنا بروفات بحلم يا مصر، دخلت على افتتاح مسرح البالون مع دكتور عادل عبده. بعدها عملت عرض تاني كان أيوب ونعسة، كان أول عرض تراثي لمجموعة أعمال تراثية. تمام. وبعدها عملت ألمس، اللي قبل ألمس كان سيرة حب، كان بمناسبة مرور 25 سنة على بليغ حمدي. بعدها عملت آخر حاجة بقى ألمز وعبد الحمولي أنا وائل فشني. وائل فشني طبعا. ده قعدنا فيه كذا سيزون ورا بعض. بس أنا بحس إنك كمان هنا يا مروة جريئة، يعني المسرح برضو خدوا بالكم المسرح مش سهل طبعا. ويمكن عشان أنت مطربة بتواجهي الجمهور كده كده صح في الغنى، فهل المسرح كان بالنسبة لك اسهل من كاميرات التلفزيون والسينما؟ اسهل يعني كتير. التعامل اسهل كتير، لان اولا انا حد بحب اذاكر كويس، ف لا اولا مذاكره، تاني حاجه انا بحب التفاعل مع الناس بشكل سريع. ايوه. ويمكن الغنى خلي بالك انا في الاول في الاخر مغنيه.
فالغنى بيكسر الحاجز اللي بيني وبين الناس بسرعه. صحيح. حاجز الخوف. فخلاص انت مجرد ما اخذتي السكسي بتاعك في الاول انت خلاص انت بقيتي مرتاحه، انت طيري بقى في الخشبه زي ما انت عايزه، بلس انك مذاكره كويس. فلا الحمد لله، وكان كل عرض تطور عن اللي قبله. هاي بالرغم من كان هو المسرح يكسر حاجز الخوف، كان ممكن بال يعني طبعا. الغناء على المسرح كل شخص حاجز بالمسرح التمثيل طبعا كل متفرج. اسال في بعض الاحيان ممكن للمطرب إرادة بأن يوم من الأيام تكون أغنية من أغاني المطربين هي أغنيته، أي أغنية حلمت بأن هي كانت مركبة على صوتك وتمنيت بأن تكون هاي من حصتك؟ صدق عمري ما فكرت بالشكل ده خالص نهائيا خالص. يعني أنا بحس أن المزيكا ملك للناس كلها. يعني أغنية أحمد النهاردة ما أنا غنيها صح، يعني أغنية شافكي عجباني طب ما بغنيها. شيرين نفسها مثلا بتبقى بتطلع بتغني لكل الناس طبعا. صحيح. فضل شاكر برضو بيغني لكل الناس، قديم جديد ستات رجالة. هذا أجمل الأشياء قلتيها في المزيكا. هو في تجربة عبد الحليم غنى ومنير. أنت غنيتي لوردة أحياتي أظن ذكرى وردة. انا كل ذكرى وردة للجال حاجه الورده خليها حاجه خفيفه بقى. انا ليه دخلت في السؤال الصعب يا خالد؟ عايزين حاجه سهله يا خالد. غنيتيها للجاليه العربيه في كندا صح؟ على ايه؟ للجاليه العربيه في كندا. هقول لك انا كنت من المحظوظين اللي حضرت الحفله الرسميه لحفل تقبيل الفنانه الكبيره ورده الجزائريه، وربنا كرمني انها كانت الحمد لله كان في ثناء كبير على الاغنيه اللي اتغنت. ومن ساعتها لحد يمكن دي اول سنه ما عملتش فيها ذكرى ورده، انما من اول وفاتها لحد السنه اللي فاتت كل الحفلات الرسميه لذكرى ورده انا اللي بعملها في اسكندريه والقاهره. وفي السنه الخامسه التلفزيون الجزائري عمل سهره خاصه لذكرى ورده وسافرت عملتها هناك. الاوبرا الاوركسترا الكنديه العربيه استضافتني، عملنا تور في كندا وعملنا معاهم هناك كانت حفله كذا السلسله حفلات عن ذكرى ورده. وكنا لسه راجعين من شهر 11 كان عندي برضو مهرجان فاما مع الاوركسترا الكنديه العربيه، بس كنا عاملين ام كلثوم. يلا نسمع لورده. انا سالت السؤال عشان اسمع لورده. خطر في بالي وانت اشتغلت مسرح اشتغلت دراما غنيتي بالأوبرا وبغير الأوبرا، وهلأ أنت يعني ما شاء الله في بداية المشوار الفني الذي سيزهر حتما ما تشتهي من نجاحات، ما عندي شك في الموضوع. أنتوا المصريين تخصصوا في مرحلة مبكرة بالاستعراض، مسرح الاستعراضي. بذكر عفاف راضي اشتغلت في مولد دنيا، فرقة رضا، شريهان، نيلي، نحكي عن أسماء كبيرة. لكن بالعشرين سنة الأخيرة تلاشى هذا الفن الراقي جدا واللي تخصصت في مصر على نحو خاص. في فكرة هيك بتراودك الفكرة لأن طالما أنت جربتي كل هاي المسائل، وشو رأيك من هذا الفن الجميل الاستعراض؟ عايزة أقول لحضرتك أنا تاني عرض ليا كان عرض اسمه بيت الفن، ده كان في افتتاح أكبر يعني خشبة مسرح في مصر اللي هو مسرح البالون. أنا عملت كان أكبر عرض غنائي استعراضي عظيم. من حسن حظي إن كان المخرج دكتور عادل عبده من أهم مصممين الاستعراض في مصر والعالم العربي. قعدت 6 شهور بتدرب رقص واستعراض. بالمناسبة أنا كنت تخينة جدا، دكتور عادل خلاني رفيعة جدا. وأنا من الناس اللي هو مثلا مش بحب اخد الخطوات اخد الخطوه بالشكل، لا احب اخد الخطوه بعد كده اكسبريشن الايد وبعد كده اكسبريشن الوش، لو الشعر ليه حركه بحب اعملها، بحب يبقى شكلك بروفيشنال قوي مش عايزه يبقى فيه ديفوم. فبالعكس العرض بتاع بيت الفن كانت من اهم العروض شاركت فيه، كان فيه السيرك القومي، كان فيه فرقه انغامي الشباب، كان فيها فرقه كذا فرقه، لان بيت الفن كان بما انها كانت افتتاح مسرح البالون فهو كذا قطاع لقطاعات كتيره. وفرقه انغام الشباب كان في الاوركسترا. بالمناسبه العرض ده كانت كل اغانيه لايف، يعني احنا كان معانا اوركسترا
كل يوم بنغني لايف وبنرقص. وكان معانا في البطولة محمد أماح، كان هو اللي كان بطل قدامي. صوت جميل كمان. انا عايزة بالعكس بحب جدا ونفسي تتكرر بس بشكل مختلف ان شاء الله. يا ريت. طيب انا عايزة اسالك، يعني دلوقتي انت بحس ان المطرب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، على قد ما الادوات كتيرة ممكن تساعده، على قد ما هي مرهقة. يعني زي ما السوشيال ميديا والبلاتفورمز بتساعد، بس كمان مرهقة. يعني انت بقى مطلوب انك تكون عندك صفحة رسمية وعندك تفاعل مع الجمهور بتاعك والفانز، وتقولي لهم بتعملي ايه، واحيانا تطلعي تغني لهم وهم يردوا عليكي، ده غير حفلاتك وغير انك عايزة تعملي حاجة. فده بقى بيساعد حقيقي يعمل لك، يعني يقدم المشوار ويسرع، ولا بقى بجد مجهود كبير اكتر؟ بصي، هو ضروري جدا جدا، ان ما كانش بقى الاهم. وهقولك حاجة، انت لو غايبة مثلا يومين، الناس لما تيجي تنزلي صورة بعد كده اقولك انت وحشتنا، انت كنت فين؟ ده بقى لي يومين. صح. ده بقى لك يومين ما دخلتش، ما فيش اي حاجة خالص. فبقى مهم، بس ان هو مرهق طبعا، مرهق. يعني حاسة ان الكاميرا على طول موجودة معاكي في حياتك 24 ساعة. بصي، بس انا مش من الناس المهووسة قوي كده. يعني مش عارفه، يمكن انا كبيره شويه ولا ايه، مش عارفه، اول دماغي هي عامله كده من وانا صغيره. خلي بالك انا عديت على فترات كتيره كلها غير بعض. صح. يعني انا وانا صغيره جدا كان لسه في شريط الكاست. تمام. جيت في وقت السي دي كان موجود. صح. كان الشوارع عندنا في مصر في البانرات بقى بتتغرق، وشارع والمهندسين كان نفسي بقى البانر زي عمرو دياب يبقى محطوط امنيه حياتي. صح. انت فاهم؟ طبعا. حلو. فجاه كل ده اختفى. انت دلوقتي كل حاجه اونلاين. انت لا بقى في سي دي ولا بقى في كاسيت ولا بقى في بانرات، انت بقى كل ده بتشوفه اونلاين. صح. فانا واحده من الناس اللي عدت على الحاجات دي بسرعه. فشافكي مش عارفه، يعني لا انا بروح في الاكستريم ده ولا في ده، انا اخده في الوسط زي اللي شبهي. ايوه. يعني وما بحبش افور بصراحه، يعني مش هتلاقيني نازله بقى مخصوص وافتح الكاميرا وعشان اغني للناس اغنيه عشان التفاعل يزيد. صح. عندي حاجه فعلا بطلع اقول بتعملي. عندي ماتيريال بينزل بقدمة. انما بقى واعتقد ده الاسلم، التوازن، علشان الحياه تبقى مظبوط، مش في الاكستريم. انا شوفي هاي الخطوات الرزينه المتزنه، يعني الوسط بحاجه لهاي الخطوه احيانا بتلاحظي، لانه مرات على فكرة السوشيال ميديا وتفتح اللايف وهي بتكون سيف ذو حدين زي ما احنا بنحكي، فمش خطوة سهلة. انا هلا فريق الاعداد حكى لي في اغنية تعبت من الصبر. صح. فريق الاعداد اللي حكى لي مو صح، في لها حكاية اغنية تعبت من الصبر. فحكوا لي انه في وراها حكاية. مظبوط. لا، تعبت من الصبر دي اول اغنية خليجي ليا، هي ما فيش حكاية خالص بالعكس. بس بجد انا بحب الاغاني الخليجيه والمناسبه العراقيه كمان. لان احنا راح نسوي تعاون من هالحلقه. ده لازم. خلاص خلاص، احنا اتفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. بس محتاجه انتوا حاضرين طبعا. بس محتاجه اذاكر شوي عشان عايزه اطلع بتقن اللهجه العراقيه ان شاء الله. والتريند بتاعك اللي بحبه. تدريبات خاصه باللهجه العراقيه. وانا حتى نضبط ان شاء الله. وانا جاهزه. انا بيعجبني ان الاغاني الخليجيه لسه محتفظه بالهويه بتاعتها. بتلاقي الحان بجد، يعني يمكن علشان انا اتربيت في مدارس العمالقه. صح. فبتلاقي في مذهب، بتلاقي في كوبليه الاولاني غير التاني. صح. بلاقي سينيو، بلاقي في نقلات مقاميه، بتلاقي في حكايه، بتلاقي كلام. في احيانا بتبقى في حاجات فصحى. ف لا، في بحر شعر. طبعا. في بحر مزيكا. طبعا. لسه في هويه. احنا عندنا بقى دلوقتي في مصر الاغاني السريعه البسيطه، فيمكن انا بطبيعتي عشان طربي كان نفسي اغني ده. فلما جات لي تعبت من الصبر وطلعت عليا حبيت، وحبيت الفكره. نسمع منها شويه. اليوم قضيه انتاج الاغاني البوم اكثر من اغنيه تنطرح على الساحه الفنيه، البعض من المطربين يتخوف من هذه القضيه، ممكن يسجل اغنيه واحده يعتبر سنجل واحده وبيقدمها للجمهور. تعتبرين هاي المنطقة المفترض بأن يفكر بها المطرب، خاصة اللي وصل إلى مرحلة معينة ومحافظ على مستوى ولون وهويته، مفروض يفكر بهذه الطريقة، أنا ما أسجل ألبوم كامل، أسجل أغنية واحدة وأجس النبض للجمهور.
بص بقى، هو على حسب الشخصية. هو بس دلوقتي ما بقاش فيه زي زمان انك تكون مجهز ألبوم. صح. دلوقتي الوقت بقى أسرع كتير، وبقت الناس بتسمع أغنية النهاردة بتخلص بعد أسبوع. ده أسبوع كده اتأخرت جدا، محتاجين يسمعوا أغنية تانية، وبقت الأغنية قديمة. ف بص، في كذا تفكير يعني. ممكن هذه الأغاني اللي هي ما تكون الأغاني الرصينة، في بعض الأحيان اللي ينسوها خلال أسبوع. يعني الأغنية اللي تتكون من ثالوث نص ولحن ومطرب، دي حقيقة. حتى تحافظ تكون اكسبايرها ما ينتهي، تبقى تعيش 50 سنة 60 40 30. بص، هو اللي أنا شايفاه، أو اللي أنا بص، ده وجهة نظر شخصية بحت. طبعا بسبب السوشيال ميديا بقت الدنيا والإيقاع بقى الإيقاع سريع جدا جدا جدا، وبقى الترند هو اللي بيكسب. صح. فانت النهاردة في أغنية ترند، احنا كلنا بنسمع الترند لحد ما تنزل الأغنية الجديدة، فجأة بتلاقي كل مواقع السوشيال ميديا شغالة على نفس الأغنية، وبدأنا في تراك تاني جديد. صح. فلا، أنا مع أن يكون في سينجلز، لكن أنت التاريخ بيتحسب بالقلب. طبعا. فبعد يعني أنا واحدة من الناس بدأت بسينجلز، بس أنا الألبوم بتاعي جاهز، لأن لازم يكون عندك ألبوم، لازم يكون عندك هوية، لازم يبقى عندك شخصية. وأبتدي أجس النبض بقى، أحمد النهاردة حبني في الأغاني السريعة ولا الترابية أكتر؟ صح. ولا في الدراما ولا في الأغاني العاطفية الرومانسية، وتبتدي تكون الشخصية بقى. والله انت، احنا كل الكادر بكل الاشياء مبدعه حقيقه، تستحقين رفع القبعه. مروه طبعا نستسمح دقائق قصيره ايضا نستمتع بجمال. يعني مروه، انا لو سمح لي اني اطلق على صوتك اسم زي ما تم اطلاق عديد الالقاب على كبار النجوم العرب، لا اخترت لك صوت البهاء بصراحه. ده ايه الاسم العظيم ده؟ صوتك هيك، واحنا بنشكرك بحزم هذا الصوت الجميل. يعني لمصر ان تفتخر بهذه المروه العظيمه الجميله. صحيح، كثر خيرك. وبنتمنى لك ان شاء الله دائما كل الخير. يا رب. امين يا رب. وقدما في هذه المسيره الطويله اشتغلي مسرح استعراضي وازمينه. لا، وشرفتنا الحقيقه. طبعا نورتينا في مهرجان جرس. يعني شرفتنا بالاختيار، وشرفتنا كمان في الحفله وفي بيت للكل. شرفتيني. بس شافكي لازم انا شاهدتي مجروحه اكيد. انوه للمشاهدين، احنا عشنا معاكي حوالي 3 ساعات برا الاستديو، وكنا مع بعض في جلسه يعني فيها دفء وصداقه، ودردشنا وحكينا، وطولتي معنا، وكنتي صبورة ومتواضعة، فهاي سمة الفنان الخلوق. فاسمحي لي أني أنا أشكرك كمان على هذا الصبر، وكانت حلقة فعلا يعني مشيت الحلقة بسرعة حتى ما حسيت فيها. أنا لحب أشكركم، وتشرفت أن كنت في حلقة استثنائية معاكم وبوجدتكم وكبرت بيكم، ومبسوطة أن أنا دخلت كل البيوت العربية. فأنا حب أشكر ربنا على توفيقه الكبير، ويا رب دايما اكون ضيفه خفيفه وقد الثقه وقد المسؤوليه، ويا رب دايما اكون عند حسن ظن الناس، واكون وجهه مشرفه لبلدي. يا رب. بهذا مشاهدينا الكرام ينتهي هذا اللقاء الحميمي من هذا الفضاء المفعم بالثقافه والفن والادب من المسرح الجنوبي في مدينه جرش. لكم محبتنا جميعا، والى ان نلتقي بحول الله.